السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتكم أسرار. في هذا الفيديو سنتعرف سويا ماذا يجب عليك فعله ليلة الدخلة وفق تعاليم الإسلام من البداية إلى المعاشرة. لتعلم أخي العزيز أن الإسلام بتشريعه الشامل قد علمنا كل شيء، حتى أداب الزفاف وأصول المعاشرة الزوجية. أخي الشاب المقبل على الزفاف وتحمل في ذهنك أسئلة كثيرة عن طريقة التعامل مع زوجتك في مثل هذه الأمور، فيرشدك البعض إلى المنكرات والمحرمات فيخرب ذلك ليلة عمرك. اعلم أنه لا توجد طريقة محددة للتعامل بين الزوجين في هذه الليلة الخاصة، ولكن يأتي ذلك بطريقة عفوية دون تكلف من الطرفين، بل يكون هناك نوع من الحرص على الهدوء بين الزوجين تعطي انطباعا يدوم لوقت طويل. المطلوب منك بعد صلاة الركعتين ودعاء السنة أن تبدأ في مداعبة الزوجة بمنتهى الهدوء والتريث ودون استعجال للجماع، ولا مانع من تأجيل ذلك لليوم الموالي. وعليك بالاستحمام والتطيب ولبس أجمل الملابس والحديث مع الزوجة بحب وعن المستقبل بينكما، ومن ثم تبدأ بالتطرق لأمر الجماع. يعلم أن للزوجة أيضا رغبة للجماع ومعرفة بذلك، وبالتالي سيكون من الطبيعي التحدث في الأمر والبدء به. وعن المراحل التي يجب أن تسير عليها اتبع الخطوات التالية. أولا، يستحب أن تضع يدك على رأس العروس وتسمي الله سبحانه وتعالى وتدعو لها بالبركة. ثانيا، يستحب أن تصلي ركعتين وتدعو الله بعد الصلاة. ثالثا، يستحب للزوج أن يلاطف عروسه ويقدم لها شيئا تشربه أو تأكله. رابعا، من آداب المعاشرة أن ينخلع من ثيابهما لما من تجريد من الثياب من رائحة البدن والسهولة في التقلب والزيادة في المتعة، والأفضل أن يكون التعري بالكامل وتحت لحاف واحد. خامسا، ومن آداب المعاشرة المداعبة والعناق قبل أن يأتيها. إن أعجبكم موضوعنا من قناة أسرار لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشكراً.